وبالعودة إلى موضوع الاختراقات البنكية، ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية رائد الرومي. بعد التحية، ما هي الإجراءات الكفيلة لحماية الأفراد والمؤسسات المصرفية من عملية القرصنة أو الاختراقات البنكية؟ ألو، نعم سيد رائد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضلي. أعيد عليك السؤال، الإجراءات الكفيلة لحماية الأفراد والمؤسسات المصرفية من عمليات القرصنة والاختراقات البنكية، ما هي الإجراءات؟ صحيح، يعطيك العافية. أولا هناك يعني أغراض متعددة وطرق متعددة لحماية المؤسسات المصرفية من الاختراق الخارجي، وذلك في وضع البرامج اللي تحلل الهجمات الخارجيه وتبدي تحدد لك، مثل تعطيك اليرت مبكر لعمليه الاختراق الغير مرغوب فيها او الترافيك الغير مرغوب فيه، وتبدي تحللها وتعطيك انديكيتر على ان هذه الهجمه هي هجمه اختراق. في هجمات اخرى اللي تعرضت لها الكويت مؤخرا هي هجمات الديدوس. هذه هجمات مختلفه. هجمات الديدوس معتمدة على حرمان الخدمة، يعني يخلون المستخدمين اللي برا من خلال الانترنت ما يقدرون يدخلون على المواقع البنكية ويجرون فيها عملياتهم البنكية. وما جرى في يعني هجمات الدوس الأخيرة هذه كانت هجمات حرمان للخدمة، والحسابات البنكية للأشخاص لم تتعرض للاختراق. نعم نعم الآن سيد رائد، يعني هي موجة من القلق انتابت يعني الشعب بخصوص اختراقات والشعور بعدم الأمن في استخدام الكينت. ما الذي توجه رسالة معنية لمستخدمي بطاقة الكينت؟ صح، بالنسبة حق البطاقات البنكية، أنا ما يعني أبي أطمن الناس، ما في داعي للهلال كبير. نعم. لأن هذه البطاقات الائتمانية أو البنكية كلها مؤمنة عن طريق البنك، إذا هي مشكلة عند البنك نفسه في تحصين حساباته وتحصين أجهزته ضد الاختراق وضد التلاعب إلى آخر من الأمور هذه. فأنت المستخدم يعني لازم تطمن أن أنت ما دام أن أنت ما أدليت في معلومات خاصة في معلوماتك البنكية حق الشخص أو حق مجموعة من الناس وبالتالي هم سرقوها، هذا موضوع ثاني. أما إذا صار اختراق على البنك ومباقت مثلا مبالغ منك أو مباق حسابك، البنك هو راح يكون كفيل أنه يرجع لك المبالغ هذه كلها. فأنا أطمن الناس أنهم لا يغلقون. أهم شيء أن معلومات البنكية لا يتشارك فيها مع ناس ثانيين أو ناس يحاولون يسوون عملية احتيال إلكتروني عليه في جمع معلومات عن اسمه مثلا، وين الفرع اللي فاتح فيه، أو الرسائل تجيك عن طريق البريد الإلكتروني اللي تقول لك أنت عميل في البنك الفلاني وادخل على الرابط هذا حدث بياناتك، وبالتالي هذا الموقع يكون موقع اصطياد، فيشنج يسمونه. نعم. موقع وهمي يصير شكله نفس شكل البنك مالك، وبالتالي انت قاعد تدخل كل المعلومات اللي المفروض انت ما تدخلها على الموقع هذا المزيف. نعم. لذلك انت لا تدش على اي رابط، وحاول اي تنبيه يجيلك عن طريق المسج او عن طريق الايميل على زياره البنك او ادخال معلومات على البنك، ادخل على البنك نفسه او اتصل على البنك نفسه. لا تتعامل مع هذا الرابط، لان اكيد هذا الرابط مشبوه. والله يحفظ الجميع ان شاء الله. مستشار امن المعلومات والجرائم الالكترونيه رائد الرومي، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا عبر الهاتف.